العبرانيون كان لهم يعني مدخلية في يعني في الدولة الأموية وفي البلاط الأموي والسلطان الأموي حتى عندما كانت الحكومة هناك قبل مروان، حتى بمن سبقه كان هما هذه هي حلقة الوصل، هذا المجتمع السابق هو الذي يهيئ ويمهد ما يرجع إلى الوسائل التي يطلبها يزيد ومعاوية وغير يزيد من هذه المجالس السمرية الليلية وغير الليلية، وهذه الاستشارات التي تأتي من الشرق والغرب للفتك بالمسلمين ولتعطيم المسلمين تأتي من هؤلاء، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كان منهم يعني أناس يعني تسلقوا لنقول السلم العلمي، فكان منهم يعني العلماء من أهل حران من هو على الحرانية وعلى الديانة والمذهب الحراني السابق.